الخير يا أهيل الأريحية، سجلوا هذه الشهادة، إن ماري العجمية هي مي وزيادة. هذا ما قاله فارس الخوري في الأديبة والشاعرة والصحفية والمناضلة ماري عجمي، المرأة التي قاومت وأخلصت لوطنها وأبجديتها ولخطيبها الذي أعدمه جمال السفاح مع كوكبة من الأحرار في دمشق وبيروت، النهضوية والمعلمة وصاحبة أول مجلة نسائية أدبية ثقافية مطعمة بالسخرية، شخصية تمثل معكوسة ما أظهرته مسلسلات البيئة الشامية من وجه للمرأة الشامية خانع وثرثار، امرأة تحدت العثمانية والفرنسي وأعطت حتى رحلت وحيدة في دليل على تقصيرنا وتقصير بلادنا دائما بحق كبارها. وأجراس المشرق في محاولته الإضاءة على النهضويين التنويريين يستقبل في دمشق الكاتب والباحث عيسى فتوح الذي ألف حوالي 40 كتابا، واحد منهم عن ماري عجمي وعارفها في أواخر أيامها، ليضيء معنا على أدب وثقافة هذه السيدة الاستثنائية. قبل الحوار معه تقرير عنها. ولدت ماري عجمي في دمشق عام 1888 ودرست فيها ولم تكمل دراسة التمريض في الجامعة الأمريكية، فذهبت إلى التعليم في سوريا وفلسطين ولبنان والعراق ومصر. أصدرت عام 1910 مجلة العروس، أول مجلة نسائية في سوريا، توقفت عام 1914 بسبب الحرب العالمية الأولى، وعادت إلى الصدور عام 1918 لتتوقف مجدداً عام 1916. كان يكتب فيها ألمع الكتاب والشعراء في بلاد الشام ومصر. كانت عجمي مناضلة وأديبة وشاعرة وصحفية خطيبة ومترجمة وصاحبة نكتة لافتة. أسست النادي الأدبي النسائي عام 1920 وجمعية يقظة المرأة الشامية وجمعية نور الفيحاء ومدرسة لبنات الشهداء، وأصدرت مجلة نور الفيحاء، وانتخبت عضواً للجنة النقد في جمعية الرابطة الأدبية، وبات منزلها صالوناً للرابطة. التقت عجمي بالمناضل اللبناني اليوناني الأصل بيترو باولي وتحابا وخطبا، وعندما اعتقله الأتراك كانت تتحداهم وتزوره في السجن وتشد أسره، حتى أعدمه جمال باشا السفاح في السادس من أيار عام 1915، وبقيت دون زواج بعده، كما واجهت الاستعمار الفرنسي وعملت على استقلال سوريا. استمرت بالكتابة في البلاد العربية والمغترب، وفازت بجائزتين للشعر من الإذاعة البريطانية لعامي 1946 و1947، وتركت المجدلية الحسناء ومجد الغايات ودوحة الذكرى. أمضت أواخر حياتها في عزلة وبؤس، حتى توفيت عام 1965 بسبب المرض، ولم يخرج في تشييعها كما يذكر الكاتب عيسى فتوح سوى 16 شخصاً من أقاربها، ليس بينهم أديب إلا فؤاد الشايب. أهلاً بكم في أجراس المشرق. أهلاً بك أستاذ عيسى فتوح. سيدي، يحار المرء من أين يبدأ في هذه المرأة الواضحة الخطاب الغامضة الحياة؟ ماري عجمي، أنت لمحتها، تنقوزت عليها، تنقوزت بالعامية، كيف تصفها؟ أنا لم أعرفها معرفة وثيقة إلا في أواخر أيامها، وبالتحديد منذ عام 1955 عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية في المدرسة الآسية الأرثوذكسية التي كانت قريبة جدا من بيتها. وأنا عائد إلى البيت لمحته في واجهة إحدى المكتبات، اسمها مكتبة جورية في بابتومة، كتابا مكتوب عليه مختارات من شعر ونثر ماري عجمي أصدرته الرابطة الثقافية النسائية
في ذلك الوقت، وقد كتب على ظهر الغلاف الأول بيتان للشاعر أو بالأحرى للعلامة والشاعر في آن واحد فارس خوري: يا أهيل العبقرية سجلوا هذه الشهادة، إن ماري العجمية هي مي وزيادة. وعندما سألت حفيدته فريد خوري عن هذين البيتين قالت: الأصح كما وجدت البيتين في مذكرات جدها يا رجال الأريحية في أوراقه التي تنشرها، يا رجال الأريحية سجلوا هذه الشهادة، إن ماري العجمية هي مي وزيادة. كيف تصفها أنت؟ من القليلين الذين لمحوها، لأنها كانت منسية في ذلك الوقت في الخمسينات والستينات حتى وفاتها عام 1965. فعندما عدت إلى المدرسة كان لي صديق في الصف من أسرة المصابي، وهناك نسب بين أسرة المصابي وماري عجمي، جدتها لأمها كانت من أسرة المصابي، فقلت له: تعال نطرق باب هذه الشاعرة والأديبة. ففعلا طرقنا الباب فلم نتلقى الجواب ولم نستطع زيارتها. وبعد أن تخرج في الجامعة في قسم اللغة العربية وأصبحت مدرسا، زرت حلب، وكان الصديق المرحوم سامي الكيالي مديرا للمركز الثقافي، فدفع إلي بعدد من مجلة العربي كتب فيه عن مي زيادة وعن ماري عجمي. كان يظنها ميتة. وكتب في المقال أنها توفيت. قلت له: يا أستاذ سامي، المخلوقة ما تزال على قيد الحياة، قال: هل أنت واثق؟ قلت له: نعم واثق. فقال: لك أنت مكلف بعمل محاضرة عنها في مركز ثقافي حلب، هذا في عام 1962 بعد أن تخرجت من الجامعة. ولما عدت إلى دمشق ذهبت لطرقت الباب بيت ماري عجمي، فتلقيت الجواب من أختها إيلين عجمي. قلت لها: أنا فلان، أنا أريد أن أقوم بإلقاء محاضرة عنها في مركز ثقافي حلب، أريد أن أخذ معلومات عنها. فأخذت تفضل وعلى الرحب والسعة. وأذكر أنني كنت أحمل كاميرا وصورت فيلما كاملا بالأسود والأبيض. الصور التي مرت في التقرير جزء منها من عند حضرتك. وصورت البيت من الداخل وشجرة الكباد والليمون والبركة التي تترفق منها المياه. هل لم تجلس معها؟ سأتيك بالكلام. فقلت لإيلين عجمي أختها التي كانت تقوم بخدمتها، لأنه إيلين عازفت البيانو المعروف. نعم، عازفت البيانو شهيرة وكانت تعطي دروسا خاصة في البيانو. قلت لها: أريد أن أرى أختك. قال: هذا صعب جدا، لأن أختي لم تتعود أن ترى رجلا في بيتنا، نحن نعيش في عزلة شبه خانقة، لا يزورون أحد ولا نزور أحدا باستثناء الآنسات عويشق كارولين وجولييت عويشق. فقلت لكن لأن بنات عويشق حبذا لو أنه تساعدوني في هذه المهمة. المهم دخلت ماري لتغسل ثيابها، فكانت تصر على أن تغسل ثيابها بنفسها. وبعد أن غسلت ثيابها ذهبت إلى الطابق الثاني في البيت العربي لتنشرها على هناك، فلمحتها فصرخت بأختها: من في البيت؟ أسمع وقع أقدام. قالتها: لا أحد. فقالت لي: تخبى خلف شجرة الكباد، لأنها شعرت أن هناك رجلا في البيت. المهم كانت قد أصبحت في السبعين من عمرها. يعني. نعم، هذا الكلام عام 1962، يعني قبل وفاتها بثلاث سنوات. المهم لمحتها وكانت يعني حجمها صغيرا جدا، والعجز ظاهر عليها والكبر والشيخوخة. وكانت هي يعني في الآونة الأخيرة من حياتها صار عندها شيء من التحليط، يعني بسبب العزلة الخانقة التي فرضتها على نفسها، فلم يكن يزوره أحد ولا تزوره أحدا. ولذلك نتيجة التشاؤم صار مع نوع من السوداوية، وكما صار مع مي زيادة وغيره. نعم. أستاذ عيسى، أين تضع ماري عجمي بين أديبات النهضة؟ وأنا كما لاحظت أنك منذ عام 1964 بدأت
بالمحاضرات عنها، يعني هناك أوراق كانت بعدها على قيد الحياة، وبرأيك يعني كيف تضعها، كيف تصف الأدب الذي قدمته؟ ماري عجمي كانت أديبة تقدمية بكل ما في معنى الكلمة في تلك الأيام، أديبة نهضوية، أديبة منورة، شقت الطريق أمام فتيات عصرها. وكانت المرأة عندما أصدرت مجلتها عام 1910 كانت المرأة تعيش في عزلة عن المجتمع، وكانت لا تعرف القراءة والكتابة، بينما هي كانت تصدر مجلة في ذلك الوقت. ماري عجمي كتبت الشعر والنثر، ولها ديوان قمت الآن بتحقيقه وسيصدر قريبا جدا في مطبوعات وزارة الثقافة، ويضم حوالي 55 قصيدة من شعرها الكلاسيكي، لكن عندها بعض الأشعار النثرية مثل قصيدتها عن شهداء السادس بن أيار، وعندها أيضا بعض القصائد النثرية الجميلة التي تأثرت فيها بالريحاني. فهي أديبة مناضلة، وكلمة مناضلة تصح فيها تماما نعم. لأنها ناضلت بقلمها منذ أيام العهد العثماني وفي أيام العهد الفرنسي. برأيك الكثيرون كتبوا عنها، ولكن برأيك لماذا قام مثل فارس الخوري يكتب عنها باكرا هذين البيتين ويقول أنها مي وزيادة، على الرغم من أن مي زيادة كانت قد ملأت الدنيا وشغلت الناس؟ مي زيادة زارت دمشق عام 1922 بصحبة أهلها أبويها، لأنه كانت وحيدة أهلها، وقيم لها حفلات تكريم في الأندية الدمشقية، النادي الماروني والنادي الأرثوذكسي والنادي الأدبي النسائي، وسلطت الأضواء على مي زيادة بشكل واضح، ويعني اجتمعت بعدد من السيدات الدمشقيات، فكأنه الناس قالوا طيب وأين أديبة دمشق ماري عجمي؟ فأراد أن يعطيها شيئا من الأهمية ويعيدها إلى الواجهة، فقال في هذين البيتين. ولكن يعني يظل هناك فرق بين مي زيادة وماري عجمي، فمي هي أديبة الشرق والعروبة كما سموها، ولكن ماري عجمي بالنسبة إلى زمنها يعني أعطت وكتبت الشعر الموزون المقفى، وكتبت النثر، وكتبت وأصدرت مجلة يعني كانت تغذيها بنفسات قلمها وترجمة ومقالات وإلى آخره. نعم. فهذه المجلة يعني تركت صدى كبير في الأوساط الأدبية. سأذهب إلى هذه المجلة، المكان الأشهر لنشاط ماري عجمي، مجلة العروس. ما هي ميزات هذه المجلة؟ كيف انتشرت؟ أين قرأت؟ من كان يتابعها برأيك؟ هذه المجلة صدرت في كانون الأول عام 1910، وطبع العدد الأول منها في مطابع جريدة حمص في حمص. طبعت في حمص ثم انتقلت بها إلى دمشق. كان هناك مطبعة لقسطنطين يني في حمص، أخوها للأديبة ماري يني عطى الله، فطبعت العدد الأول في هذه المطبعة، ثم انتقلت بها إلى دمشق، وكانت تغذيها بمفردها وتمودها بمفردها، يعني لم تكن تتلقى مسعدة مادية من أحد على الإطلاق، فكانت هي المؤلفة والمخرجة وهي التي تقوم بتوزيعها، وكانت المجلة واسعة الانتشار، حتى كان لها مراسلون في معظم أقطار الوطن العربي وفي مدن الوطن العربي، وانتشرت أكثر ما انتشرت في سوريا ثم في لبنان وفي فلسطين أكثر ما هنالك، وقليلا في العراق. من أجل هذا تم تكريمها في فلسطين؟ نعم، كرمت في حيفا ويافا بفلسطين، وكان لها صديقة اسمها فاطمة اليشرطية من عكا، وكانت تكتب عنها وفي ديوانها قصيدة أهدتها لفاطمة اليشرطية. أنت أعطتك أختها إلين كما نعم. عرفت 9 مجلدات نعم. من العروس. أنا سؤالي لك أستاذ عيسى فتوح، هل تمعنت في ميزات هذه المجلة من حيث الطباعة، من حيث الأقلام التي تكتب، من حيث
النموذج الذي تريد أن توصله للقارئ، الرسائل التي ضختها للقارئ؟ يعني المجلة كانت مبوبة فيها عدة أبواب، مثلا أبواب حديث ذو شجون، فيها أبواب للخدمات المنزلية للمرأة فيما يتعلق بالطبخ وفيما يتعلق بالأشغال اليدوية، يعني كانت تريد أن تطلع المرأة على كل شيء في حياتها المنزلية، إلى جانب الأدب وإلى جانب الترجمة. ماري عجمي كانت تتقن الإنجليزية إتقانا جيدا، درستها في المدرسة الإيرلندية، ولذلك في معظم أعدادها كانت هناك قصص مترجمة أو مسلسلات مترجمة في هذه المجلة. وإضافة لذلك اعتمدت أيضا مثلا صور لأدباء، مثلا صورة ميخائيل نعيمة، صورة جون ريسكين، صورة جورجين قولاباز الذي كان صديقها رقم واحد. هذه ماري الصحفية ماذا قدمت، ماذا أضافت في الصحافة في ذلك الوقت؟ يعني لم تكن الصحافة راقية جدا في تلك الأيام، لا طباعة ولا إخراجا ولا مضمونا، ولكن يعني امرأة تصدر مجلة بمفردها وتمولها وتعد معظم مضمونها بمفردها، هذا شيء عظيم. ما هو أسلوبها؟ أسلوبها أسلوب صحفي، لكن شعرها يتميز عن نثرها في المجلة. أنا أقول في الكتابة الصحفية، الأسلوب الذي كان، هل هو مثلا خطابي، هل هو مجرد نصائح، ما هو الأسلوب؟ لا، أسلوب خطابي، يعني كانت عندها عنفوان بالكتابة. نعم، كانت قوية، وهي خطيبة، كانت دائما تضرب على الوتر الحساس، وكانت كما يعرفها الذين عاشوا معها كانت عندها نكتة لطيفة، وكانت تنكت حتى على نفسها. طبعا هي لم تكن جميلة جدا، كانت أحيانا تورد النكتة على نفسها كما كان يفعل الجهاز أيام زمان يعني. فهذه هذا الأسلوب المرح الخفيف كان يجذب القارئ لقراءة مجلتها. ولا ننسى أنه كان في بيتها صالون أدبي وكان لها أصدقاء. نعم، أنا أريد فقط هلأ في الأسلوب إذا سمعت لي. نعم. هل فقط كتبت باسمك ماري عجمي أم بأسماء أخرى؟ لا، كتبت باسم ليلى، كانت في بعض لم تكتب باسمها. لا، كتبت باسمها، لكن هناك مقالات خطيرة يعني تشكل خطرا عليها، فكانت تكتب بأسماء مستعارة، باسم ليلى أكثر. ليلى شيء. فاسم ليلى بعدين اكتشف أن ليلى هي ماري عجمي. نعم. من كان يكتب في العروس من أدباء معروفين؟ ميخائيل نعيمة، الأخطل الصغير، جميل صدقي الزهاوي، معروف الرصافي، أدباء كثيرون من الوطن العربي كانوا يكتبون فيها، إضافة إلى مثلا سلمى صائغ كانت صديقتها وكانت تكتب في مجلتها، كان أيضا صاحبة مجلة الخضرة عفيفة صعب، كانت من الكاتبات الدائمات في المجلة، وكانت أختها أديل عجمي كانت تكتب في المجلة. طبعا أنا لم أعرف أديل عجمي، لكن عرفت فقط أختها إيلين. نعم. فالمجلة كانت غنية جدا بمضمونها وتشد القارئ إليها، ولكن مع الأسف لم تعش إلا فترة محدودة، فصدرت 1910 إلى 1914 ثم توقفت بسبب الحرب، وفي عام 1918 رجعت فاستأنفت إصدارها حتى عام 1926، آخر عدد صدر منها عندما أقيم لها حفل تكريمي في لبنان في بيروت، وتكلم فيه عدد كبير وكبير جدا من أصدقائها وصديقاتها، أذكر منهم على سبيل المثال جورجين قولاباز وزوجته أنس، الدكتورة أنس بركات باز، كانت من صديقاتها، ويعني كتبت مقالا في آخر عدد من أعداد العروس تشكر فيه من قاموا بتكريمها في لبنان. نعم. ألم يلفت نظرك أنها مجلة نسائية ذات طابع في سخرية من الواضح، ولكن عدد الأديبات الكاتبات قليل بالنسبة إلى الرجال من أصدقائها؟ طبعا هذا شيء طبيعي، يعني المرأة لم
تتعلم بشكل كاف إلا في الفترة الأخيرة من القرن العشرين. يعني هي ولدت عام 1888 وتوفيت عام 1900. ولكن منذ متى الجامعة السورية؟ يعني المرأة لم تدخل الجامعات إلا في منتصف القرن العشرين، يعني من بعد 1950 حتى بدأت المرأة تدخل الجامعة. ولكن مثلا مكتب عنبر كان مدرسة للنسائية، مدرسة للذكور حصرا، لم تكن فيه ولا آنسة ولا سيدة إطلاقا. وما كان في تجهيز نسائية؟ هذا فيما بعد عملوا تجهيز البنات الأولى وتجهيز البنين الأولى. فوقتها عند دخلت المرأة بيدان العلم وصارت تتلقى العلم ليس في المدارس الثانوية بل في الجامعة. ودخلت الجامعة وحتى وصلت إلى ما وصلت إليه. سنذهب نحن وإياك إلى ماري عجمي المعلمة. درست التمريض ولم تمارسه لأسباب صحية. علمت وترجمت. أين علمت؟ علمت بالدرجة الأولى في المدرسة الروسية في دمشق. كانت هناك مدرسة روسية علمت فيها، ثم انتقلت إلى الإسكندرية وعلمت وأدارت مدرسة للأقباط. لكنها لم تبقى فيها إلا سنة واحدة، سنة 1909، ثم عادت في سنة 1910 وأصدرت مجلة العروس. ولكن بعد مدة علمت في مدرسة الفرنسيسكين في دمشق مدة 4 سنوات، وكان من تلميذاتها سلمى الحفار الكزبري، وتعترف بأنها كانت مدرستها وهي التي دربتها وسهلت لها دخول ميدان الأدب. ثم انتقلت إلى العراق عام 1940 ودرست هناك سنة أو ربما سنتين، وكان من تلميذاتها الشاعرة نازك الملائكة. نازك الملائكة أصدرت كتيبا تذكر فيه أنها درست على ماري عجمي وهي التي شجعتها على نظم الشعر وقول الشعر. الملفت أيضا أنها أسست نوادي. هل كان النادي بديلا مثلا للحياة السياسية أم كان ملتقا أدبيا فقط؟ هو نوادي تضم المرأة، يعني كان هم الوحيد تثقيف المرأة وتعليم المرأة وتربية المرأة، ولذلك أسست النادي الأدبي النسائي عام 1920 تصور. نعم. وكان من زميلاتها في هذا المشروع نازك العابد. نازك العابد عملا معا جنبا إلى جنب في تأسيس أول مشفى لبنات الشهداء في دمشق. وماري عجمي تركت أثرا لا يمحى في أنها، حتى أن النادي التي كونته والذي كرمها فيما بعد ما يزال حتى الآن موجودا في دمشق، وعدد أعضائه حوالي 30 سيدة وآنسة، ويقوم بنشاطات، كان إلقاء محاضرات، مساعدة الفتيات الفقيرات، ويقوم بتقديم خدمات اجتماعية ويعمل حفلات فنية حتى يجيب بعض المال لرفض ميزانيات هذه. ما يزال هذا النادي يذكر؟ ما يزال موجود حتى الآن. كان من أدركت رئيسته في الماضي كان سعاد سلوم نصير، توفيت وما يزال موجود حتى الآن. أتسمح لنا أن نذهب إلى فاصل؟ حاضر. أعزائي فاصل ونعود إلى هذا الحوار عن الأديبة التنويرية النهضوية ماري عجمي مع الأستاذ عيسى فتوح. انتظرونا إذا سمحتم. تحية لكم من أجراس المشرق. أعزائي، ضيف هذه الحلقة من أجراس المشرق الأستاذ عيسى فتوح، أريد أن أعرفكم زيادة به. هو الذي حمل راية التعريف بماري عجمي. هو من مواليد مشت الحلو عام 1935. العمر كله أستاذ عيسى أستاذ في الأدب العربي وصحافي، له
13 كتابا موضوعا ومترجما في أدب الأطفال، و26 كتابا في الدراسات والنقد، بينها عدد عن أدباء النهضة العربية. أستاذ فتوح، إذا أخذنا في النقد شعر ماري عجمي ووضعناه على مشرحة النقد، ماذا نستنتج؟ يعني شعرها شعر وسط، لا نقول أنه شعر محلق مبدع ولا شعر مسف، يعني كانت شاعرة تقريبا لم تصل إلى مستوى فردة طوقان ولا نازك الملائكة، ولكن بالنسبة إلى زمانها وعصرها كانت شاعرة جيدة ولا بأس بها. وكان شعرها يدور أكثره حول الطبيعة، كانت عاشقة للطبيعة، عاشقة بالطبيعة، وذهبت إلى العزلة لأنها كبرت. نعم. ولأنها تعبت ذهنيا، فاضطرت أنه تعيش في عزلة. ولكن هنا أقف عند ولعها بالراديو، عندها قصيدتان في ديوانها عن الراديو والمذياع، سميته هي المذياع، ونالت جائزتين من إذاعة لندن. نعم. على قصيدتين من قصائدها، واحدة بعنوان الفلاح وعام 1946 وعام 1947. نعود إلى شعرها سيدي. فشعرها كما أريد أن أؤكد أنه كان شعرا مقبولا جيدا وعروضيا موزون مقفى، ليس فيه أي يعني أغراض الشعر القديمة. لا يعني مثلا في الرساء رسة الشاعر أحمد شوقي، رساء مديح وصف، رساء عندها قصيدتان في الرساء، يعني في رساء أحمد شوقي وفي رساء صديقها أحمد شاكر الكرمي، أخو لشاعر عبد الكريم الكرمي الذي كان من أعز أصدقائها. والباقي كله في وصف الطبيعة، ولكن لسان عندها قصيدة واحدة يمكن وجهتها إلى فاطمة اليشرطية، وما تبقى كله يدور حول نفسها، حول معاناتها، حول ذاتها. نعم. الأمر الهام في حياة هذه السيدة يا سيدي هو كفاحها. نعم. لنبدأ بالكفاح ضد الأتراك، ماذا سمعت؟ ماذا تخبر عن ذلك؟ وقائع يعني هذه المرأة التي أحبت كما قلنا بيترو باولي. هي كانت امرأة مناضلة، وأنا أظن أن السبب اللي دفعها إلى النضال ضد الحكم الاستعمار التركي العثماني هو حبها لبيترو باولي الذي كان خطيبها وكان ينوي أن يتزوجها، ولكنه أعدم شنقا مع الأسف. ومن أجله ومن أجل غيره من المناضلين والشهداء زارت السجون، وتقول إنها كانت إذا لم تصل إلى لقاء السجون وجها لوجه كانت تحمل معها عصا، كانت تحمل عصا دائما في يدها وتضرب على قصر المياه لتخبرهم أنها هي موجودة تحت. كان معظمهم موجودين في سجن جامع المعلق القريب من سوق الهالي القديم. منذ أيام كنت ماري كان يقولوا جامع المعلقة، وإذ لافت عليه جامع المعلق، فتذكرت أن ماري عجمي كانت تأتي إلى هذا السجن، سجن الجامع المعلق، وتتصل بأصدقائها ولا سيما بيترو باولي. ماذا كتبت؟ نعم، ماذا كتبت ضد الأتراك؟ كتبت عن يعني تجاربها في كيف زارت السجون، وكيف كانت تضطر إلى رشوة الخفير لكي يسمح لها بأن تراهم، تعطيه كم مجيدة. حتى وصفت مرة أحد الخفراء حامل صحن لبن وبده يفوته للسجناء يأكلوا، فيعني أثار في نفسها أن ترشي الخفير ببضع دريهمات لكي يسمح لها بمقابلتهم، وفعلا قابلتهم، ولكن مع الأسف كانت ترى مناظر مؤذية من القذارة. وقالت يعني مثلا حكت تحدثت عن سجين اسمه نخلي مطران، هذا الإنسان من عائلة مطران في بعلبك، الرجل الشهم، كيف أنه يجر قيوده ضمن السجن
وهو مكبل بالقيود الحديدية، فكان إذا اضطر يمشي من مكان إلى آخر كان يضطر إلى جر السلاسل معه. ومن أجل هؤلاء السجناء أو الشهداء الأحرار قابلت جمال باشا وجها لوجه وطلبت منه الصفح والغفران بهؤلاء. قالت له هدول ليسوا مجرمين، هدول أدباء وشعراء ومفكرون، فلماذا أنت تضطهدهم وتسجنهم؟ ولكنه لم يقبل شفاعتها ولم يرد عليها، ويقال إنه إنها أوشكت أن تلحق بهم في السجن نتيجة هذا اللقاء الذي هل هجته لجمال السفاح؟ لا، ما لم أجد هنالك هجاء، ولكن كان يعني متبرما من تصرفاته. يعني أول لو هجته في تلك الأيام لكان أدى بها إلى السجن وإلى الإعدام أيضا. نعم. والكفاح ضد الفرنسيين يعني بعد الاستعمار العثماني، قالت عبارة ما زلت أحفظها: إن الاستعمار الفرنسي لم ينقلنا، هذا الكلام لها، إلا من تحت الدلف إلى تحت المزراب. يعني لكن قد يكون الاستعمار الفرنسي أفضل بقليل من الاستعمار التركي. وتتحدث عن حادثة أن رئيس الوزراء دعا الكتاب والأدباء والصحفيين إلى اجتماع، وأرسل لها شرطيا ليبلغها بالدعوة، ولكنها رفضت أن تذهب وكتبت على الدعوة كلمة تبلغت ولم تذهب، بقيت. لماذا؟ لأنها وجدت أن الاستعمار الفرنسي لم يلبي مطالب الشعب ولم يأتي للشعب بمكتسبات، ولكن يعني الفترة التي استعمرت فيها سوريا من قبل الفرنسيين هي مدة 25 أو 26 سنة، بينما الأتراك ظلوا يرزحون في بلدنا ويضيقوننا الأمرين 400 سنتين. نعم. من أين أتتها برأيك هذه الشخصية غير الموادنة، هذه الاستقلالية؟ يعني لا أقول من دراستها أو من، يعني أنا أقول صلتها بالشهداء وببيترو باولي هي التي ولدت عندها هذه النزعة وهذا الاتجاه. نعم. يعني بحياتها الشخصية ليس هنالك مؤشرات تدل على أنها كانت منذ طفولتها يعني ثورية أو مناضلة، ولكن الظروف خلقت منها مناضلة. ما دامت هذه الماري عجمي أخذت كل هذا الحيز والناس يعرفونها لأعوام، ما بين هذا النضال، ما بين مجلتها العروس، ما بين تكريم في بيروت وهذا الحضور، وكانت بهذه العلاقات الواسعة مع أدباء كبار، فعليا وأنت راقبت هذا المنزل، لماذا ذهبت إلى العزلة؟ يعني نحن قدامنا حوالي 15 سنة ما بنعرف فيهم شيء عن ماري عجمي. المرض، أنها مرضت نفسيا، نفسياً أو وعقليا. يعني يجب أن يقال أن هذا غير موجود في الكتب. نحن يجب أن نقي عن التاريخ، هذا تاريخ وقع فعلا، أنها مرضت ذهنيا وفكريا وعقليا، فاضطرت إلى العزلة ولم تعد تريد أن ترى إنسانا. ما قلت لك لا يزورها إلا الأنسات عويشق، وكان إلى يعني أنا عندما دخلت كنت كمن يقتحم اقتحام، أنه أنا رجل يدخل هذا البيت الذي يعيش في عزة الرهبان، هذا شيء مستحيل يعني. ولكن لما عرفت أختها أنني أريد أن أكتب محاضرة عنها سمحت لي بالدخول، ولمرة واحدة ليس أكثر. ولكن يعني أختها إيلين كانت كريمة فأهدتني عدة مجلدات من مجلة العروس، وأهدتني أيضا روايتها التي ترجمتها بعنوان المجدلية الحسناء، هي ترجمت روايتين صغيرتين. نعم. وأهدت رواية المجدلية الحسناء إلى صديقها الحميم جدا أيضا فيليكس فارس كان ممن وقفوا إلى جانبها ودعموها، إضافة إلى جرج القلباز نصير المرأة. مي زيادة هجمت في عقلها أيضا، بمعنى من المعاني أنهم حاولوا إلصاق تهمة الجنون
بها، ولكن وجدت من يقف معها، أنطون سعادي، أمين الريحاني، ابن غانم، ولكن ألم يقف أحد لعلاج ماري عجمي؟ أبدا. يعني عاشت بعيدة عن كل الأضواء، عن الصحافة، عن الأدب، عن الاجتماع مع الأدباء، عن حضور المناسبات، عن حضور المحاضرات، أبدا. تعيش وحدها بمفردها مع أختها، وكانت يعني أختها تحاول أنه ما تخلي حدا يفوت يشوفها، يعني لأنه كانت كما قالت لي تثور عندما ترى رجلا يتطأ قدماه البيت. فلذلك يعني حبت أنه تحافظ على مشاعرها. وأنا هذا الشيء جرى معي عندما ذهبت لتنشر ثيابها بعد أن غسلتها، فنادت من أعلى الطابق. أحست بك؟ أحست بها. قالت لهم إلين مين في بالبيت؟ قالت لهم ما في حدا، ما في. قالت لها أنا عم بسمع وقع أقدام في رجل في البيت. فقالت لي أختها تخبى خرج خلف شجرة النارنج حتى ما تشوفني، ولذلك اختبأت فعلا وانسللت. يعني ألم يبقى من أهلها شيء أحد، يعني في تلك الفترة امرأة وحيدة هي وأختها؟ نعم. أهلها أين؟ أهلها طبعا أبوها تزوج مرتين، عبد عجمي تزوج أول امرأة هم في وأنجب منها صبيانا من ورحلوا إلى مصر. نعم. قسم من العائلة هاجر إلى مصر. نعم. وماري كانت هي البنت الأولى من الزوجة الثانية، وأنجبت أبوها 5 بنات من الزواج الثاني، وقسم من العائلة عاش في لبنان، وهناك صلة قربة بينه وبين آل جدعون. فأنا بالتفصيل لا، بس أعرف أنه كان لها أخت تعيش في مقابل مدرسة الفرنسيسكان، وأنا زرتها، وتقول إنها هي أختها أو عمتها أو يعني من أسرتها. لكن مع الأسف أنه لم يبقى أحد من أسرة عجمي حاليا في دمشق. يعني هذه العائلة انتهت، قرضت. أليس من المستغرب يا سيدي أن تقضي أديبة ومكافحة بهذا الحجم ولا يخرج كما قرأت لك في مأتمها أكثر من 16 شخصا؟ نعم، لأنه كانوا الناس يظنوا أنها ما إلى وجود. يعني ما اسم ماري عجي لم يعد له صدى. فقط لهذا؟ ما بعرف. يعني أنا عندما توفيت ب25 كانون الأول عام 1965 كنت مقيما في اللاذقية، لم أحضر جنازتها. ولكن الأديب فؤاد الشايب، فؤاد الشايب يعني حضر. أنا هو روى لي أنه خرج في جنازتها، ولكن بعد مضي 3 أشهر وفي 25 نيسان عام 1965 أقامت لها الندوة الثقافية النسائية في دمشق بالتعاون مع أختها حفل تأبين كبير في مدرج جامعة دمشق، وتكلم فيه عدد من الأدباء الكبار، أذكر منهم عفيفة صعب وفؤاد الشايب وأمين نخلة، وتكلم عن الأسرة واحد اسمه جدعون محاسب في من لبنان، ما بعرف من هو. يعني أين مكتبتها ومتعلقاتها؟ أنت لم تبحث في ذلك؟ مع الأسف أنا عندما توفيت كنت بعيدا ولا أعرف. طبعا هي كان عندها مكتبة لكن ليست من الضخامة بشيء، يعني رأيتها بعيني، كانت عبارة عن خزانة واحدة فقط، لكن أين هي الآن لا أعرف. أما بالنسبة لمجلة العروس، أنا عن طريقي أهدت المجلة بمجلداتها، لأنه أختها إيلين حاولت أن تكرمها، فكل ما عندها من مجلات سواء كان مجموعات كاملة أو ناقصة جلدتها تجليد كعب جلد أسود، وأهدت نسخة إلى مكتبة المركز الثقافي بحلب عن طريقي لسامي الكيالي، ونسخة إلى مكتبة الجامعة وهي موجودة حاليا في مكتبة جامعة دمشق. يعني من يريد العودة يجدها، بلاقيها في مكتبة جامعة دمشق. قسم كبير من مقالات ماري عجمي غير مجموع وغير منشور،
على من تضع اللائمة في أنا كنت قلت في أكثر من محاضرة وفي أكثر من مقال عنها، أنت حبذا لو أن أحد أساتذة كلية الأداب يكلف أحد طلابه بعمل أطروحة جامعية يجمع فيها مقالات ماري عجمي من العروش، وتكون أطروحة ماجستير أو دكتوراه أو ليسانس أو غيره، لكن مع الأسف لم يكتب أحد عن ماري عجمي باستثناء الصديق الدكتور ميشيل جحا الذي أصدر عنها كتابا بدار رياض الريس، وأشكره لأنه يعني بتكليف من رياض الريس أنه يريد أن يكتب عن المتنورين والمتنورات، فاختاروا ماري عجمي كإحدى المنورات. يعني نعم، برأيك لماذا يعني هذا التكريم الذي حصل متأخرا بال65، لماذا فيما بعد لم يعد أحد للإضاءة على هذا الإنتاج للأديبات الذين ذكرت بعض أسمائهن وتحديدا مثلا ماري عجمي؟ يعني أنا عندما بدأت بالكتابة عن ماري عجمي والمحاضرات حركت الوسط الأدبي الراكد لكي يتنبه إلى أهمية ماري عجمي، فعندما حضرت عنها أولا في إدلب ثم في اللاذقية ثم في دمشق ثم في حلب، وإضافة إلى المقالات التي نشرتها في مجلة المرأة العربية، في مجلة دنيا المرأة اللبنانية التي كنت أراسلها، كتبت عنها في جريدة الثورة، في أمكنة كثيرة، فكل الناس صاروا يتساءلون من هي ماري عجمي، ومن هنا انطلقت الشرارة للكتابة عن ماري عجمي. الكتاب المدرسي في سوريا هل يأتي على ذكر ماري عجمي على سبيل المثال؟ يعني ليس هناك تسليط أضواء على ماري عجمي في الكتب المدرسية. نعم. في الكتب المدرسية يعني حتى كنت عم بقرأ كتاب المشوق الذي كان يدرس في لبنان، وجدت أن هناك نص لماري عجمي مع صورتها. نعم. فهذا العمل الأب فتال. نعم. تعرف هو حلبي الأصل وهو لبناني، فطن بماري عجمي ووضع لها نصا مع ترجمة حياتها باختصار. سيدي، يقول الأديب المعروف عبد الغني العطري: لقد نسيناها كما نسينا سائر عظمائنا في الجهاد الوطني والفكري والعلمي. هل قدر المبدعين النسيان في أوطانهم؟ هل في أوطاننا عامة كما يقولون لا كرامة لنبي في وطنه؟ أعود إلى عبد الغني العطري الذي كان من أعز أصدقائي، وعندما كتب عن ماري عجمي استعان بي وأخذت له كل ما كتبت ووضعته بين يدي فكتب عنها، ولكنه قال في نهاية المقال في كتابه أنه لم تكرم، وذكر أنه حبذا لو يقام لها يعني تمثال أو تسمى باسمها مدرسة أو شارع. فوقتها حركنا الجو والنادي الأدبي النسائي حرك الوضع، فسموا باسمها مدرسة ابتدائية في ساحة جورج هوري في القصاع. نعم، ما تزال هذه مدرسة اسم باسم ماري عجمي، وغيرها لا يوجد. ماذا تقترح يا سيدي لإعادة الحياة إلى أدب ماري عجمي وغيرها من رائدات النهضة الأولى؟ بالنسبة لماري عجمي أنا أديت قصتي كاملا، أولا كتبت عنها وحضرت عنها أكثر من مرة، وأخيرا بجمعة شعرة، وسيصدر قريبا جدا ديوانها في مطبوعات. ماذا تقترح على الآخرين؟ تحت عنوان ديوان ماري عجمي. أما بالنسبة للأديبات النهضويات، كلفني اتحاد الكتاب العرب منذ أسبوع بالكتابة عن مريانة مراش الحلبية، وبتعرف أنه مريانة مراش نعم أخت لفرانسيس مراش توفت سنة 1919، وكان عندها صالون أدبي مشهور، فبدل أن أكتب فقط عن مريانة مراش ألفت كتابا وهو قيد الطباعة في اتحاد الكتاب العرب بعنوان أسرة المراش في حلب، اسم أسرة المراش الأدبية في حلب، تحدث فيها عن فرانسيس مراش وكان هو وعبد الله مراش الأخ الثاني ومريانة مراش. أنا أشكرك
أعزائي، قال رئيف خوري عن ماري عجمي إنها ترهبت للأدب ولم تكن عروسا لغير القلم، لكنه لم يلحظ أنها خرجت من الترهب البيتي والديري إلى حقول التعليم ومقارعة المستعمرين، ثم طواها المرض والنسيان. شكرا للأستاذ عيسى فتوح على جهودي في الإضاءة على حياة ونتاج ماري عجمي وحضوري في أجراس المشرق. شكرا للزملاء في البرنامج الذين قرعوا معي هذه الأجراس من دمشق، حازم مجذوب وغازي ماضي ولور موراني وجهاد نخلي، ولفريقي العمل في الميادين، وللعاملين في متحف التقاليد الشعبية بدمشق والأستاذة ميساء إبراهيم. شكرا لكم على لطفي وطيب متابعتكم، وسلام عليكم وسلام لكم.